يوسف، ما هي آخر التطورات لديك فيما يتعلق بتطورات العدوان الإسرائيلي على كامل قطاع غزة؟ في الحقيقة العدوان الإسرائيلي تواصل على مختلف المحافظات، وإن كان التركيز ينصب على المحافظة الشمالية، فجر هذا اليوم واصل جيش الاحتلال عمليات نسف وتدمير مربعات سكنية في منطقة الجباليا وفي منطقتها أيضا الغربية، في إطار ما يحاول الاحتلال فرضه في تلك المنطقة من حزام أمني جديد يعزل المحافظة الشمالية عن امتدادها الجغرافي نحو مدينة غزة. كذلك شهدت هذه المحافظة منذ منتصف الليلة الماضية إطلاق عدة قذائف مدفعية صوب أحيائها المختلفة، وتحديدا في منطقة بيت لاهيا التي يتواجد فيها معظم من تبقى في هذه المحافظة، وهم من يسعى الاحتلال الإسرائيلي لدفعهم مرة أخرى للنزوح صوب مدينة غزة لتفريغ المحافظة بشكل كامل من سكانها. بينما في مدينة غزة استهدفت مروحية إسرائيلية شقة سكنية في منطقة شارع النفق، ما أدى لإصابة 3 من المواطنين بجراح متفاوتة حسب ما ذكر جهاز الدفاع المدني الفلسطيني. مدينة غزة أيضا في غضون الساعات الأخيرة شهدت عدة غارات تركزت في المناطق الشرقية من حي الشجاعية وفي المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة غزة، وتحديدا حي الزيتون الذي يشهد منذ أكثر من 80 يوم عملية عسكرية تتقدم فيها الآليات الإسرائيلية انطلاقا مما بات يعرف بمحور نتساريم صوب منطقة دوار الكويت، وتستهدف كل من يحاول التقدم إلى هناك، وتفرض أيضا حظرا أمنيا وربما حظرا عسكريا على الأطراف الجنوبية لحي الزيتون ومنطقة الصبرة. بينما الجانب الجنوبي من محور نتساريم وهو الامتداد الجغرافي للمحافظة الوسطى أطلقت المدفعية الإسرائيلية عدة قذائف صوب المناطق الشمالية الغربية من مخيم النصيرات، وهي مناطق باتت تشهد توغلات شبه دائمة من قبل آليات الاحتلال التي تعمد إلى تدمير ما تبقى من بنايات سكنية في منطقة أرض أبو معلى وأرض أبو مهادي. وقبيل منتصف الليل كانت مسيرة إسرائيلية قد استهدفت تجمعا للمواطنين عند مدخل مخيم المغازي ما أدى لاستشهاد 5 من المواطنين، كما أن الساعات 24 الأخيرة سجل فيها استهداف أكثر من خيمة تأوي نازحين سواء هنا في مدينة خان يونس وتحديدا في مناطقها الغربية المواصي، أو الاستهداف الذي جرى من قبل المقاتلات الحربية لأرض متاخمة لعدة خيام ما أدى لتضرر عدد كبير منها بدعوى أن الاحتلال يستهدف البنى التحتية للمقاومة الفلسطينية، لكن هذا القصف أثر عن استشهاد 2 من المواطنين، كما أن غارة أخرى استهدفت منطقة المواصي وهي المنطقة الغربية من خان يونس أدت لاستشهاد 8 من عائلة واحدة هم عائلة أبو طه من بينهم أطفال وفتية وسيدات. يوسف، ذكرت مصادر إعلامية فلسطينية أن 12 مواطنا أصيبوا بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، هذه المنطقة التي يصفها الاحتلال بأنها منطقة إنسانية ثم يقصفها في تحدي سافر للعالم أجمع كما تعلم. وهنا أريد أن تشرح لي خريطة النزوح، إلى أين تتجه خريطة النزوح الآن؟ فيما يتعلق بخارطة النزوح، وإذا ما تحدثنا في البداية عن منطقة المواصي التي أشرت إليها، هي أولى المناطق التي ادعى الاحتلال الإسرائيلي أنها مناطق إنسانية أو مآوي آمنة، لكن منذ ظهيرة أمس حتى قبيل منتصف الليل تعرضت هذه المناطق إلى 3 غارات أسفرت عن استشهاد 10 من المواطنين وتضرر عدد كبير من الخيام التي أحرقت ودمرت بفعل هذا القصف الإسرائيلي. أما فيما يتعلق بحركة النزوح في هذه الأوقات والأيام فهي تتمركز في المنطقة الشمالية وتحديدا من مناطق جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، وهي المناطق التي تتوغل فيها الآليات الإسرائيلية ويحاصر فيها الجيش مراكز الإيواء ويدفع الناس للتحرك باتجاه شارع صلاح الدين شرق المحافظة الشمالية، ومن ثم يتحرك قرابة 10 كيلومترات مشيا على الأقدام وصولا إلى حي التفاح
الرفاح، ومن ثم من هناك ينطلقون إلى المنطقة الغربية من مدينة غزة. لذلك كل نزوح شمال قطاع غزة تحرك فيه المواطنون صوب مدينة غزة، عدد قليل جدا من العائلات التي انتقلت من مدينة غزة صوب المنطقة الواقعة إلى الجنوب من وادي غزة لأن لهم ارتباطات أسرية. البعض منهم اعتقل الاحتلال الإسرائيلي رب الأسرة وأطلق سراحه هنا في جنوب القطاع، لذلك حاولت الزوجة والأبناء الوصول إلى أولياء أمورهم من خلال المرور بحاجز السريم والوصول إلى جنوب الواد. لكن معظم حركة النزوح هي تتركز من شمال قطاع غزة صوب مدينة غزة. وفي الأيام الأخيرة أيضا سجلت حركة نزوح تحت وطأة القصف من المنطقة الشمالية الغربية لمخيم النصيرات، مع تقدم الآليات الإسرائيلية صوب تبة ويري وقيامها بعمليات تفجير لمباني سكنية واستهدافها لكل من يتحرك في تلك المنطقة. لكن هذه الآليات تراجعت باتجاه محور نتساريم، بينما هذه المناطق لا تزال مناطق خطيرة كونها تتعرض إلى القصف المدفعي. لذلك حركة النزوح يمكن القول أنها منذ اليوم الأول لبدء العدوان الإسرائيلي على غزة وهي لم تتوقف، وإن تغيرت جغرافيتها من شمال القطاع إلى جنوبه. نعم، على كل الأحوال أشكرك جزيل الشكر على ما فتنا به من معلومات الزميل يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معي من خان يونس، شكرا جزيلا لك.